السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في عرض جديد وفيديو جديد. نتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو غينال الاعجاب ديالكم ان شاء الله بدون شك. حيت اجي عندي واحد دري صاحبي وصاحبو بغاو كوبلا ديال الكاميرا كنوصلوني عليها نوجدها لهم هي هادي الاخوان باش نشوفوها مزيان. عنقر الكومع اللي اول مرة تيشوف هذا الفيديو متبخلش علينا بواحد لايك باش ان الفيديو يبقى يطلع لبزاف ديال الناس، وتابونا عندنا في الاشين منها تشجعنا وحنا تنقدمو محتوى ديال الطويرات. تعجبك هذا المحتوى مرحبا بك، ما تعجبكش بدي تفرج مرحبا، بدي تدعمنا مرحبا، مانيش دعمنا مرحبا حتى هي ماشي مشكلة اخوان. ما حنا ما عندناش المشكل، حنا تنقدمو معلومة زوينة نقية والتجربة ديالنا هذا يكفي. هذا التكرار الاخوان هذيك اللي لاصقه تما الانثى، هذا التكر هذا الانثى هي هذيك التكر هو هذاك زويجة الله مبارك. هذي فيها شوية تدريبات موزايك، نديرو فيها موزايك شوية موزايك اصفر هي هذي. هذا التكر اجي نتوا اللهم بارك الفري خطرة بجيت تنفطمهم اللهم بارك. قريبا نمشيو عند مو اليوم السي بوبيز غادي نشري ليه قفيز باش يدير لينا الوليدات التوالف هو نتيوا دابا. ايوا ان شاء الله نشوفو الفريخات ديال الميستو، عارف يفرخو ليا هادو وغادي نحيد هاد الصداع هادو، هادشي كامل تيدير ليا الصداع غادي نحيدو ولا نحيد الفريخات لجهة اخرى عاد ديال الميستو ان شاء الله بيدي. بقاو معانا باش تشوفوا ان شاء الله الدري اللي جا ونشوف ندوزو معاه وقيته زوينه ان شاء الله باذن الله. هادشي اللي كان الاخوان ومرحبا بكم وتحياتي. المهم تيجيو وغادي نصور ثاني اش كاين. السيد اللي قلت لكم راه جا عندي مرحبا بك دابا جاوي. الله يبارك فيك الله يبارك فيك. دخلوا معنا نشوفوا الطبيرات. مرحبا بك دابا جاوي. من هذا الأمر كان وين اللي فيه شرط اللي قال لي
فاش وانا ننسى اللهم بارك. انت وين تغني؟ عندك راسها حلوة كنت مدري انت وين المهم هاد الزوجة غادي توصلوها غادي تبيعها للعش غادي تبيعها الخيوط ونقطنا غادي غادي تبني العش تنسى لي شي معلومة مرحبا، هو خا ديرو غير في الفيز بحال هدا غادي يخدمو.